أهلا بكم إلى النشرة المحلية. والبداية من ولاية خنشلة، حيث تم ربط أزيد من 170 مسكنا بشبكة الغاز الطبيعي ببلدية محمل. العملية استحسنها سكان المنطقة، خاصة وأنها جاءت بعد معاناة كبيرة مع قارورات الغاز التي أثقلت كاهلهم. عبد الرحمن شبح. بطول شبكة فاقت 34 كيلومترا، تم إيصال الطاقة الغازية ل 174 مسكنا بالدشرتين النائيتين ولاد مسلم وولاد بوشارب ببلدية المحمل. ساعات اخرين يكون عندنا حتى الطريق ما كانش ما نلقاوش كيفاش نجيبوا القراعي نتاع الغاز، واليوم الحمد لله هاوزلنا الغاز، ومناطق الظل هذه كلها راهي استفادت، كل مره من تزقوات وروح منا كلها احنا استفدنا بالغاز. سي ما يود الغاز غير يفك المؤمنين بصفه عامه، يفكهن 99% احتياجات الغاز هقا. كنا ننتظروا في المشروع هذا، الحمد لله راهو الغاز راهو يمشي عندنا، وان شاء الله العقوبة للمواطنين الكل. كنا في الغروقات وكنا في حالة سيئة، درك الحمد لله رب العالمين. المعاناة مع قارورات الغاز أصبحت من الماضي بالنسبة للمستفيدين من الربط بالغاز بعد معاناتهم لعدة سنوات، خاصة وأن هذه المنطقة معروفة ببرودتها شتاء. تم اليوم وضع حيز الخدمة لمشروع الربط بالطاقة الغازية لكل من مشتة أولاد مسلم وكذلك أولاد بوشارب بإقليم بلدية المحمل التابع لدائرة أولاد أرشاش. هذا المشروع يمتد على طول شبكة غازية تمتد حوالي 35 كيلومتر، حيث تم توصيل وتزويد حوالي 174 مسكن بالطاقة الغازية. نسبة كبيرة بلغتها ولاية خنشلة فيما يخص الربط بالطاقة الغازية، والرهان هو الوصول إلى تغطية شاملة من هذه المادة الحيوية في السنوات القليلة القادمة. وضمانا لظروف تمدرس لائقة ببلدية عامة، عرف قطاع التربية هذه السنة برمجة عدة مشاريع قطاعية ينتظر تدشينها قبيل انطلاق الموسم الدراسي المقبل. الروبورتاج لمصطفى ضحاوي والقراءة لعبد المجيب الشتل. تعرف بلدية عامة إنجاز العديد من المشاريع التنموية، خاصة في قطاع التربية بجميع أطواره الثلاثة، في سياق التحضير للدخول المدرسي القادم وتوفير الظروف الملائمة لتمدرس التلاميذ. الهياكل الجديدة اللي راها مبرمجة للاستلام مع دخول الموسم الدراسي القادم إن شاء الله. هناك يعني ما كان عندناش اكتظاظ في بلدية النعامة مع فتحة المؤسسات التربوية إن شاء الله، والقطاع راه في تحسن مستمر والحمد لله يا ربي. زعما مدرسة عند الدار، يخرج ولدك مع الدار قريبة والحمد لله. ومن جهة أخرى، استفادت العديد من المجمعات المدرسية من مشاريع لأقسام التوسعة من أجل تخفيف الضغط عن المؤسسات التربوية. الدخول مقبل إن شاء الله راح نستلم على الأقل 5 مجمعات مدرسية، على الأقل 3 متوسطات وثانوية، هذو على الأقل يكونوا جاهزين. ولكن نقول هذا البرنامج اليوم نحن في الرياح، يعني نخمم في السنوات القادمة، لأن اليوم كي نشوفوا نسبة التمدرس في الأقسام في الأقسام ما تجاوز تقريبا 20-25 تلميذ في القسم، وهذا هو تريزالز. يعني إن شاء الله هذا البرنامج راح يكون الولاية تاعنا في الرياحية تامة في قطاع التربية. مثل هذه المشاريع الجديدة والمبرمجة تسهم في تحسين التأطير التربوي والرفع من مستوى التحصيل العلمي لدى التلاميذ. في أجواء روحانية مفعمة بالخشوع والإيمان، تزينت خيمة مجالس الذكر والتذكير في طبعتها 7 داخل رحاب مسجد الوفاء بمدينة وهران، تلاوة عطرة لثلة من المقرئين، تخللتها مداخلات قيمة لأئمة وأساتذة مختصين حول الشباب ودورهم في الحفاظ على تماسك المجتمع. يقول أبو بكر منصور. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. داخل هذه الخيمة النورانية في رحاب مسجد الوفاء بمدينة وهران، اجتمع أهل الذكر والتذكير في أمسية إيمانية تعطرت بتلاوة آيات من التنزيل الحكيم، تخللتها مداخلات قيمة لأساتذة وباحثين حول الشباب والتحديات المعاصرة.
هذه الخيمة هذه السنة ستكون لها تحديات كبيرة. من بين هذه التحديات هي طرح إشكالية واقع الشباب وإيجاد حلول من أجل زرعها في المجتمع. وأنتم تعرفون التحديات والمعيقات التي تواجه شباب الإسلام في هذا الزمان، فالله نسأل أن يوفق أساتذتنا ومشايخنا وأن تكون كلمتهم نافعة. توفير بيئة قرآنية تحوي الجوانب العلمية والتربوية قدوة وتوجيها هو ما تسعى إليه هذه المجالس من خلال ترسيخ القيم والمبادئ. نحن في هذا الشهر الفضيل قد وفقنا المولى جل جلاله إلى افتتاح هذه الطبعة السابعة من خيمة مجالس الذكر والتذكير الحاملة دائما ذاك الشعار على مائدة القرآن نلتقي ومعا به نرتقي تحت عنوان الشباب والتحديات المعاصرة. وهو موضوع مهم يعني يحتاج أو جدير بأن يناقش وأن يدرس، لأن كما تعلمون يعني الشباب هو المستقبل الأموي، ولذلك يجب أن نهتم باهتمام كبير. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ترسيخا للثقافة الأصيلة والفن الراقي وتزامنا والشهر الفضيل، انطلقت بولاية ميلا طبعة 13 للمهرجان الثقافي الوطني للعساوة تحت شعار فن أصيل بروح معاصرة. الطبعة التي تدوم 4 أيام تعرف مشاركة فرق فنية من 13 ولاية. نور الدين بن عبسة. خيمت أجواء روحانية وصدحت الأصوات بالمديح الديني في المهرجان الثقافي الوطني للعساوة بميلا، وسافر الحضور إلى عوالم إيمانية راقية النقاء والصفاء. العساوة هي أناشيد، هي تراتيل، هي جلسات للذكر، هذه هي العساوة. فأردنا أن يرتبط مهرجان العساوة بشهر رمضان الفضيل. الموروث اللمادي هذا يختزل تشكيلة النمت داخل أسوار الزوايا العتيقة المغلقة طيلة 10 قرون خلت. عدنا المحبين ونشرفوا عليها ونأمروا بالمعروف ونهيوا على المنكر ونصلحوا ما بين الناس. للمعرفة للجيل الصاعد على ما هو التصوف السني والتصوف الحقيقي وهذا الفن الصوفي الراقي، ونرجو من المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هذا الشيء يعني بالنسبة لنا نحن كمشايخ في الطريق وفي التصوف يعني أنه امتداد السر الرباني من الجيل من الرعيل الأول إلى الرعيل الآت. فرق الشباب المتعاقبة استعملت الآلات العصرية دون المساس بالمحتوى الموروث حتى يكتسي الفن الأصيل روح المعاصرة. والله شعور الراحة وعالم آخر، لأنه طرب متنوع لكن يحمل رسالة جد رفيعة القليل منا من سيفهمها. أصبح فن يمكن عرضه في مختلف القاعات الكبرى على المستوى العالمي ويلقى إقبال في مختلف أرجاء العالم إن شاء الله. النموذج الراقي للتنوع الثقافي فاح منه عبق الماضي واختزل القيم السمحاء وبعث الطمأنينة والسكينة في نفوس المريدين. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، دمتم بخير وإلى اللقاء.